ممشى أهل مصر جن على كورنيش النيل لجميع المصريين. المشروع تم تقسيمه إلى 3 مراحل، الأولى بطول 2 كيلو متر من كوبري 15 مايو وحتى كوبري أكتوبر. وأكد اللواء إيهاب الفار أن هذه المرحلة وصل معدل تنفيذها إلى نحو 95%، وشهدت زيادة طول الممشى عن طريق عمل مسار موازي بجوار النيل بمتوسط عرض 6.5 متر، بالإضافة إلى مسار علوي بمتوسط 4.5 متر، مع تنفيذ ممرات داخل نهر النيل لأبعاد تصل حتى 55 متر من حد النيل، ليصبح طول المسار 4.7 كيلومتر بدلا من 2 كيلومتر. تم استغلال فرق المنسوب بين المسار الموازي للطريق والمسار الموازي للنيل بتكوين مجموعة مباني ترفيهية وتجارية بإجمالي 19 مبنى منقسمين ما بين الآتي: 62 محل تجاري وخمس كافيتريات وخمس مطاعم، مع تنفيذ 3 مدرجات سعة 1240 فرد ومسرح سعة 772 فرد، وده لإتاحة مساحات لإقامة أنشطة ترفيهية وثقافية مثل المهرجانات والاحتفالات، وكمان 3 جراشات سعتها 180 سيارة. تم تنفيذ مساحات خضراء تصل إلى 3100 متر مربع، تحتوي على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، وتم تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني لكافة العناصر الإنشائية بنسبة 100%، وتم كمان الانتهاء من المباني والمشايات والمدرجات والسلالم والجراجات وغيرها الكثير. نهر النيل شريان الحياة، وممشى أهل مصر شريان للتنفس على شريان الحياة، جنة على كورنيش النيل لكل المصريين.